ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد ومع قناتكم قناة هيلب مي تو وين. واليوم 24/3/2023 يوم الجمعة ومع منصة الجو ترانسكريبت، منصة بمنتهى السهولة. ما هي الا تاسكات، والتاسك الواحد ممكن تحقق منه مبالغ بتكون كويسة جدا طبعا. والسحب بيكون البيبال المفعل او على البايونير، وده كل يوم جمعة من كل اسبوع. التاسكات ما هي الا ملف صوت او فيديو، في ناس بتتكلم وانت هتكتب كل الكلام اللي بيتقال، وده مجال اسمه الترانسكريبشن. خلي بالك ان جميع المحادثات بيها اخطاء وقواعد نحوية مش هتكون مظبوطة 100%. طبعا ده كل المحادثات الامريكية بتتم على التليفون او اي شيء، مفيش استخدام للقواعد النحوية، وبالتالي احنا مش هنعدلها، احنا هنكتبها زي ما هي. بس اهم حاجة ان الكلمات تكون صحيحة بنسبة 100%، ما يبقاش عندك اخطاء في الاملائيه او الاخطاء الاملائيه. طبعا مهم جدا ما يبقى ما عندكش اي اخطاء. طبعا انت هتقول لي طب انا هشتغل ازاي وهم بيتكلموا لغه انجليزيه وانا مش قوي في اللغه الانجليزيه؟ هديك منصه هساعدك، منصه تعمل بالذكاء الصناعي، هما منصتين زي القطه او السونك، واحده منهم هتستخدمهم وهي هتديك النص بيكون مكتوب. انت هتاخد النص ده على الاوفيس العادي وتشيك على الاخطاء الاملائيه وليست القواعد النحويه، وباراجراف طويل هتقسمه الى مجموعه من الباراجرافات. طبعا لو متحدث الاولاني والتاني لو له اسم زي سميث او ديفيد، اكتب ديفيد او سميث، ما تكتبش السبيكر واحد والاثنين. عندك قواعد جايد لاينز موجوده وانا شرحتها في صندوق الوصف وهشرحها حاليا واحنا بنحل الامتحان، تاخد بالك منها. ده كل مطلوب منك انك تشتغل على هذه المنصه وتكون موظف. هتقدر تعمل من اول 100 دولار لحد 1215 دولار مع زيادة التقييم الخاص بيك. تعالوا عشان ما نطولش عليكم مع منصة الجو ترانسكريبت وحل الامتحان اليوم. اللي هيحل الامتحان اليوم واللي هيسجل جديد هيجي لك نفس الامتحان، ولو ما جاكش مش جه نفس الامتحان، لو انت حسابك قديم وداخل تعيد الامتحان، اذا لم توفق في حل الامتحان السابق فهتلاقي الفيديو اللي قبل ده في اليوم اللي قبله، هتلاقي هو ده الامتحان اللي هيجي لك. تعالوا مع بعض كده نشوف الدنيا فيها ايه، تابعونا ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا بكم من جديد وعودة بعد فاصل. انت فتحت المنصة، دخلت على جوجل وسجلت حساب جديد، خلاص ده الدنيا على كده، ساين اب ساين ان، خلاص كله تمام. تتجه لاسفل المنصة بالضغط على كلمة ورك اللي هي العمل علشان تقدم طلب للوظيفة. هيفتح لك صفحة جديدة فيها فيديو بيقول لك واتش هاو تو جوين، وبعد كده هتلاقي انه بدأ معاك اتفاقية وهيقول لك انا هديك 60 سنت في الدقيقة الواحدة، وبدايتك من اول 150 دولار حتى 1215 دولار، وبالضغط على كلمة الابلاي ناو. لو معاك لغة تانية بخلاف اللغة الإنجليزية فالمنافسة بتكون أقل، وأنت أكيد مميز في هذه الحالة. تعالوا ناخد اللغة الإنجليزية. بدأ بعد كده يفتح معانا امتحان ام سي كيو، وقال لك ان لازم تجاوب 100% من هذا الامتحان او امتحان كويز باستخدام الجايد لاينز اللي هي القواعد الخاصه بينا. قواعد الجايد لاينز انا شرحت لك فيديو في صندوق الوصف ليك جميع هذه القواعد، لازم تسمعها كويس جدا ولازم تحفظها زي اسمك كويس جدا. بالنسبه لهذه القواعد، امتحان ام سي كيو وامتحان الصوتي وكل الحاجه على هذه المنصه معتمده على الجايد لاينز. بالنسبه الى القواعد، تعالوا مع بعض كده نحل الامتحان الاولاني وهو امتحان الكويز. السؤال الاولاني بيقول لك هاو شود ابيفيشن اند اكونس لوك. طبعا بالنسبه ليو اس اي، لو لقيت كلمه يو اس اي بتتكتب او بتتقال، ما يكتبش يو دوت اس دوت اي او بي اتش دي وما تكتبش بعدها دوت، طبعا ده بيكون غلط، فالاجابه هي البي. بعد كده السؤال الثاني بيقول لك يا سيدي وات از ذا بابا فورمات اوف سبيكر ليبل سبيكر. طبعا السبيكر بيكون بولد تمام، وفي اتنين نقطتين كده فوق بعض، وده الصيغه السليمه. اللي تحت سليمه اللي هي الاف بس محطش نقطتين، وبالتالي الاجابه هي الدي. بعد كده السؤال الثالث بيقول لك ساوند ميد ذا بيرسون. لو نفس الشخص متحدث بيبقى في السيم لاين، لو واحد تاني بيتكلم يبقى في ديفرنت لاين، وهنا يبقى في السيم لاين اند ذا بيرسون تنتس، خلاص الاجابه هي الدي طبقا للقواعد الجايد لاينز. هنا بيقول لك ويست سينس از بانك ويتد كوريكتلي، البانك ويتد ان ذا فيرست بليس، وبعد كده حط كاما وبعد كده كمل مودر كوميونيكيتورز وكمل لنهايه الجمله. بس استنى كده، عندنا هنا حط كاما، بص على الايه، ما حطش كاما، السي ما حطش، الدي ما حطش، وبالتالي الاجابه هي البي. Which form is correct one with showing affirmative. طبعا طبقا للقواعد جايد لاينز هي الام ام والام ام ناقص اتش ام ام، ده بالنسبه للافيرماتيف، فالاجابه هي الاي والبي.
بعد كده السؤال السادس بيقول لك هاو شود يو ادرس ذا كوتيشن. بدايه الجمله بتكون كابيتال فقال هي سيد، وبعد كده حطينا كاما، وبعد كده فاتح دبل كوتيشن، بدايه الجمله بتكون كابيتال فاي اي ام فروم باكستان، وبعد كده حط الدوت، وبعد كده قفل بالدبل كوتيشن. فده الصيغه السليمه الوحيده اللي هنا، فالاجابه هي الدي. بعد كده السؤال السابع بيقول لك بليز ريد ذا جايد لاينز بيفور فيلينج ان ذا او اوت ذا ابلكيشن فورم. الاثنين يمشون، فالاجابه هي الاي والسي. بعد كده السؤال التام بيقول لك الفيرف بتم انكلود طبقا لقواعد الجايد لاينز. لو احنا هنا فتحت قواعد الجايد لاينز هتلاقي ان الفيرف بتم تشمل ايه، ده الصيغه الثانيه اللي هي الكلين فيرف بتم، وادي الصيغه الاولى اللي هي الفيرف بتم بتشمل السبيتش اير والفاسستات والفيلا والسلانج والبيتيشن والسلاتر. هنا طبعا ده كله بيكون مكتوب، فانا علمت على كله. بعد كده السؤال التاسع بيقول لك questions is correctly capitalized and punctuated. قلنا ده تكون بتكون كابيتال فهي I like to use Facebook، وبعد كده الدوت، وبعد كده كمل الجملة it's my favorite way of keeping كذا. طيب الدوت هنا محطش الدوت في ال A وفي ال C وفي ال D فاستبعدتهم، فالإجابة هي ال B. بعد كده السؤال العاشر بيقول لك فينيس هاز هاون 723,000 عاده بيمنت انهابتس. فطبعا حطينا طبعا هي عاصمه لوتينيا، فلوتينيا ال اي تي اتش ال اي اي تي استبعدتها لان في خطا في الكتابه. وبالنسبه للكابيتال اوف لوتينيا هي الاجابه السليمه سواء الاي او الدي، بس بالنسبه للدي حط كاما تمام بعد كلمه فينيس ذا كابيتال اوف لوتينيا، وبعد كده كاما وكمل الجمله، فده الاجابه السليمه. الاي ما حطش كاما فاستبعدتها، فالاجابه هنا هي الدي. يبقى كده تعالوا مع بعض كده نعيد حل الامتحان. السؤال الاولاني الاجابه بي، السؤال الثاني الاجابه دي، السؤال الثالث الاجابه دي، السؤال الرابع الاجابه بي، السؤال الخامس الاجابه هي الاي والبي، السؤال السادس الاجابه دي، السؤال السابع الاجابه هي الاي والسي، السؤال الثامن هيكون اول كلهم، التاسع هيكون البي، العاشر هيكون الدي بالضغط على الكونفيرم. حلك سليم 100%، هيحولك الى الامتحان الصوتي، فقال لك علمنا على البسكليتة. ادي البسكليتة، اقول له فيرفاي. بعد كده قال لك موتوسيكل، مفيش هنا موتوسيكلات، لا في هنا موتوسيكل او موتوسيكل، هو انا عامل سكيب ليه؟ لا موجود في موتوسيكل موجود، ده العجلة بتاعته، وهنا عجلة وهنا عجلة، وفينا حتة قدام اهي، يعني ايه المشكلة؟ عملنا فيريفاي. بعد كده حولنا الى الامتحان الصوتي. طبعا المقطع الصوتي ده كليك يمين عليه، وهنعمل السيف الاوديو از واحفظه على الديسكتوب بتاعنا، واتجه الى منصه بعد كده وهي المنصه اسمها السونيك دوت اي اي، وحامل ابلود لهذا الفايل من خلال منصه السونيك، وبعد كده هيبتدي يعمل ترانسكريبشن لهذا الفايل. طبعا منصه مدفوعه ولكن بتديك نص ساعه مجانيه، فتعالوا مع بعض كده نسمع المحادثه ونشوف النص بعينينا ونشوف الدنيا فيها ايه. تابعونا. This audio is used for the transcriber test at Go Transcript. Okay, well Steve, I'd like to ask you how your day was. I understand you had some problems with a machine. Can you tell me about it while I do the dishes? Let's start talking. So, well, between the balancing machine, we found out that the load sensor on the left side and right side both work by swapping the cables. But the indication on the screen still shows no load values in grams on the left side. I inspected the circuit board to see if there was any loose connections on it. Maybe it's a current loop load cell that maybe has a different connection, but normally it'll show error in the signal, won't actually show you anything. This is trying to show us something, but it's not the correct value. And then coupled with that, the timing on the weight imbalance is now been showing about 90 degrees off axis. And it should be, so if it's just at 0 degrees, be like 12 o'clock. Yeah. If it's 0 degrees and 12 o'clock, we put the imbalance weight there, and it shows it at 90 degrees instead of at zero. And if I put the weight at 90 degrees, it shows it at 180 degrees, etc. So there's a definite problem with the calibration on that. So we need to get Hoffman America out there to do a calibration on the units. They'll at least look at it, but since I think that the Data Acquisition Board is having a problem,
it was actually looked on eBay and found one at a low price. And it would still need to be calibrated regardless. Let me interrupt you to ask you a quick question. How much do you think that this might cost the company? Well, they got the service tank out, they quoted us $4,000. Okay. And the board might be, I don't know, $2,000, $2,500 on top of the service tank coming out. So might be $6,500, $7,000 by the time we're done. Wow. I could buy a nice used Toyota, huh? Yeah, maybe. You could. Actually, in some places you can get a nice car for that price. Yeah. Still working. A Celica or an Edsel? An Edsel? Yeah. Working? Maybe not. Well, you know, we can dream, can't we? You know, dream, yeah, possible dream. Finding a car that works for $8,000. Well, nine out of 10 car lovers would love to have an Edsel in working condition, so I've heard from Jay Leno's garage. I didn't hear that report. I'm sure I'm not one of the nine out. I'm actually the one out of the 10 that doesn't. Okay. So there's nine other people that do. That could be. Well, thank you for telling me all about your day, and I'm sure that the future transcribers of Go Transcript will appreciate it as well. This audio is used for the transcriber task at Go Transcript. وبكده تكون انتهت المحادثة. انا شرحتها قبل كده المحادثة دي وعملتها تفريغ صوتي قبل كده في فيديو مدته ساعة. هسيب لك اللينك في صندوق الوصف هتلاقيه موجود في من ضمن اللينكات الموجودة في صندوق الوصف. خلي بالك اللي انت هتعدل على النص ده ما تاخدش كوبي بيست. طبعا امتحان سهل وبسيط بس انت لازم تعدل عليه من خلال الاوفيس من خلال الاخطاء الاملائية. خلي بالك المحادث اسمه ستيف وليس سبيكر. طبعا هنا لو جيت طلعنا فوق هنا نطلع فوق كده ستيف تمام. فطبعا هيبقى السبيكر هنا اسمه الستيف تمام. طبعا اللي بيتكلم اسمه ستيف مش هنكتب كلمه السبيكر. بجاف طويل هنقسمه الاخطاء الاملائيه فقط اللي احنا بنعدلها. القواعد النحويه لا وبناكد على هذه المعلومه. قواعد الجايد لاينز تحفظها زي اسمك قبل ما تحل. الامتحان مفتوح معاك اليوم كله لحد الساعه 2 صباحا من ثاني يوم الامتحان شغال معاك. طبعا اكتب كل شيء هنا في البوكس ده ولازم تشغل الملف الصوتي ده عشان يبان عندهم اللي انت شغلته. لو اعتمدت على الداونلود ومن استخدام وسيله ذكاء صناعي مش هيبان عندهم اللي انت حتى لو حلك سليم 100% وبقى عندهم اللي انت مشغلتش الملف الصوتي ده هم هيتاكدوا ان انت بتستخدم وسائل ذكاء صناعي وبالتالي مش هتعدي الامتحان وهتاخد بلوك في ساعتها. في نفس اليوم اللي انت قدمت فيه هيجي لك يقول لك ريفاند او مش مقبول نوت اكسبتابل. بعد كده في النهايه مش تنسى انك تعتمد الامتحانين بالضغط على كلمه سند ات فور ريفيو والنتيجه من اسبوعين الى ثلاثه اقصاها. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.